أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف بقطاع البترول، مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروعات التعاون الجارية في هذا الصدد مع شركات البترول العالمية. وخلال متابعته مع وزير البترول طارق الملا ملفات عمل الوزارة، اطمأن مدبولي على توافر أرصدة كافية من المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز وزيادة المخزون منها للاستفادة من انخفاض السعر. من جانبه أوضح وزير البترول أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2020-2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى 1 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.